السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشيه. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش اللي داخلة قناتي أول مرة، من فضلك اضغطي على المربع الأحمر، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان إن شاء الله بأمر الله يوصلك كل جديد أنا بعمله على قناة ياسمين لتعليم الكروشيه. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت، وان شاء الله هنعمل المفرش الحلو الجميل قوي 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 ده، حصري طبعا على قناة ياسمين، مش موجود على اي فيديو لا اجنبي ولا عربي. ان شاء الله بامر الله هننفذه مع بعض. المفرش ده اخد مني 250 جرام خيط حرير السلسلة، يبقى انا عاملة المفرش ده بخيط حرير السلسلة. تمام حبايبي، بس انا هو خيط حرير السلسلة عيبه بس اللي هو ناشف شوية، يعني متعب مجهد يعني. لكن بصراحة النتيجة بتاعته تحفة وفظيعة وجميلة قوي قوي قوي، ومختلفة كمان للصالون والأنتريه. تمام، عشان ما اطولش عليكم، انا النهاردة هعمل لكم بخيط اللي هو اليز، استوكات الاليز امبرباتيك. تمام، بصوا اهو باريس اللي هو استوكات الامبر باتيك، هو بيتباع عشان من بره غامقه ومن جوه، من بره فاتحه ومن جوه غامقه، وهنا من بره غامقه ومن جوه فاتحه، 3 درجات، هو 3 درجات. تمام، فانا حبيت هنا عملته ساده، فحبيت ان انا اجرب بقى ان انا اعمله بلوليل، يعني جوه مثلا افتح وبعدين بره اغمق، قلت تجربه كده هنفذها معاكم. تمام، وهنشتغل الاليز امبر باتيك دول، هنشتغله بابره رقم 275، مش عارفه هي باينه قدامكم ولا لا، 275 اهي، 275. تمام حبايبي، يلا بينا نبدا. بسم الله وعلى بركه الله، يلا بينا حبايبي نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعمل عقده البدايه اهي بالطريقة دي او بأي طريقة انتي تحبيها. اللي ما يعرفوش ماسكة الابرة، بتدخلي ده بين صبعك الصغير كده وبعدين بتلفيه على صبعك ده. تمام، بصوا الماسكة ازاي، انا ما بلفش على صبعي ده كده زي اللي بيعمله، لا هي لفة واحدة بس، والصبع الصغير هو اللي بيتحكم في حركة، يعني هقفله يبقى مش هيشد، هفتحه شوية هرخي يبقى هشد الخيط. تمام حبايبي، اول حاجة هعملها ان انا هعمل 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اروح عند اول سلسلة انا اخدتها، تمام، واروح اقفل بمنزلقة اهو، بعدين اطلع بسلسلة وادخل جوه الحلقة دي واعمل 16 حشوة، ادي 2 3 4 5 6، اكملهم بقى بسرعة كده عشان وقت البرنامج وفيه تفاصيل كتير. عملت كده حبايبي 16 غرزة حشو. تمام، هطلع بعد كده ب6 سلسلة، 3 بمقدار عمود و3 بين كل عمود وعمود، يبقوا 6. هلف الابرة وهسيب سلسلة اللي هي غرزة حشو، اسيبها وادخل في اللي بعدها اعمل عمود بلفة، وبعدين 3 سلسلة وألف، أسيب واحدة مش هاخد فيها وأخد في اللي بعدها، أهو واحدة مش هاخد فيها وهاخد في اللي بعدها. تمام، عمود بلف، كمان 3 سلاسل، 1 2 3، وألف أسيب غرزة حشو وأخد في اللي بعدها، أهو كمان 3 سلسلة، ألف الإبرة وأسيب غرزة حشو وادخل في اللي بعدها، اهو 1 2 3، اسيب 1 حشو وادخل في اللي بعدها، 1 2 3، اسيب انا هنا اسيب 1 حشو وادخل في اللي بعدها، اهو 1 2 3، اسيب 1 حشو وادخل في اللي بعدها. تعالوا كده نتأكد ونعدهم، ادي فراغ 2 3 4 5 6 7، تمام، ادي الفراغ رقم 8. هعمل 1 2 3 3 سلسلة واروح اعد 1 2 3، وفي رقم 3 هدخل واعمل منزلقة،
اهو تمام حبايبي، عملت منزلقة. بعد كده هدخل هنا وهاخد اول واحدة حشو في الفراغ ده. طيب بعد الحشو هعمل هنا 4 عمود بلفة، ادي 1 2 3 4، وبعدين في نفس الفراغ اعمل حشو، اروح للفراغ اللي بعده اعمل حشو، وبعدين 4 عمود بلفة، ادي 1 2 3 4، وبعدين حشو. تمام، هكمل الـ8 بتلات دول كده بالمنظر ده وارجع لكم بسرعة. انا خلصت حبايبي الراوند اهو، وفي الاخر طلعوا 8 بتلات زي ما انتم شايفين. بدخل هنا في اي مكان هنا في اول غرزة حشو واقفل بملزلقة عشان انهي الدور. اشد الخيط كده شوية، ارخيش خيط شوية كده، وبعدين الف في ايدي اخد للسلاسل اللي ورا دي اهو، اخرج منها تمام كده ملزلقة، وبعدين اخد 6 سلسلة، ادي 3 4 5 6 تمام، واروح هنا شايفين في العمود الخلفي كده، وهاخد كمان واحدة حشو زي ما بنعمل الوردة الطبقات بالظبط، 1 2 3 4 5 6، ادخل كمان في البتلة اللي بعدها اهو، 1 2 3 4 5 6 اهو، اروح للبتلة اللي بعدها كده وادخل من هنا واخرج واخد حشو، وبعدين 1 2 3 4 5 6 كمان اللي بعدها اهو، 1 2 3 4 5 6، اروح كمان للي بعدها 2 4 6 تمام، اروح للي بعدها اهو اخد حشو، وبعدين 6 2 4 6، طيب لسه في واحدة اهي اهو، دخلت كده وخدت 2 4 6 اخر واحدة، اعتقد هي اخر واحدة خلاص اهو، ده الشكل الخلف اهو، لو جيت اعدهم هلاقيهم 8 تمام. طيب اخر واحدة دي هعمل فيها ايه؟ هدخل هنا في الفراغ ده اللي هو اول فراغ انا عملته وهاخد حشو تمام، ودي هتعتبر اول واحدة حشو، وخلي بالكم ان احنا هنحتاج يبقى معانا ماركر تمام. اول واحدة حشو هناخد جوه الفراغ ده، جوه كل فراغ هاخد 6 7 حشو، ادي 2 3 4 5 6 7 تمام. ادخل على الفراغ اللي بعده، 1 2 3 4 5 6 6 7 خلاص اهو، انا كده عملت 2، هكمل 6 الباقيين بنفس الطريقة، كل فراغ هعمل فيه 6 حشو، اكملهم بسرعة وارجع لكم. انا كده خلصت اهو يا حبايبي، في كل فراغ زي ما اتفقت معاكم في كل فراغ فيه 7 حشو تمام. طيب انا هنا هعمل ايه؟ انا هنا هبدأ الراولد الجديد تمام. الراولد الجديد هبدأه ازاي؟ هبدأ اول حاجة ان انا نفس اللي انا، بس هو المشكلة ان احنا هنمشي متواصل ورا بعضه، فازاي هنمشي متواصل؟ يعني ايه؟ يعني انا السبعة دول هيبقى فرق بين السبعة دول والسبعة دول فقط سلسلة، يبقى انا هعمل سلسلة تمام تمام، وبعدين اروح عند اول واحدة هنا، اول واحدة حشو انا خدتها، هعمل 1 2 3 4 5 6، يبقى دي مش اول واحدة اهو، هنا اول واحدة هنا، بصوا دققوا كده كويس قوي اهو، دي اول واحدة حشو، ادي 1، وبعدين هعمل فيها فأول واحدة حشو دي هعمل فيها ماركر للي بتتلخبط تمام. يبقى أنا عرفت اللي ده الراولد بتاعي هنا، وأنا خدت سلسلة ما بين المجموعة والمجموعة، عملت سلسلة. طيب وبعدين أدي أول واحدة حشو، أدي 2 3 4 5 6 أهو 7
يبقى انا كده دول السبعة بتوعي اللي كانوا في اول فستان، هاخد سلسلة واحدة بس واروح للسبعة التانيين اللي هما في المجموعة التانية، واعمل واحد اتنين او تلاتة اربعة خمسة ستة، تمام حبايبي سبعة اهو كده السبعة خلاص. وعرفنا هلف بقى كده بنفس الطريقة بين كل مجموعة ومجموعة سلسلة واحدة بس، اخلصها بسرعة وارجع لكم. انا كده خلاص اهو حبايبي عملت في كل مجموعة سبعة زي ما هي، بس في النص سلسلة بين كل مجموعة ومجموعة، هتلاقوا في النص هنا ايه سلسلة. طيب الراوند اللي بعده انا جيت هنا اهو، دي اول غرزة في المجموعة الجديدة تمام. فانا هعمل ايه بقى المجموعة الجديدة؟ انا هاخد المفروض سلسلة عادية اهي اللي هي بين كل مجموعة ومجموعة، هفك الدبوس، دي اول غرزة انا اشتغلتها وحطيت فيها الماركر تمام. هدخل فيها اهو وهعمل منزلقة، خلاص خلصت الراوند بتاعي. انا عايزة اكون في السلسلة اللي بعدها، مش عايزة اكون فيها، فعايزة اكون في السلسلة اللي بعدها. هدخل في السلسلة اللي بعدها اللي هي السلسلة اللي بعدها مباشرة، واخد واحدة حشو، ودي تعتبر اول واحدة في المجموعة الجديدة، واروح اعمل فيها في دي اللي انا اول واحدة اشتغلتها اهي ماركر تمام. وبعدين اعد بقى واحد، طبعا هما كانوا سبعة، انا تغاضيت عن اول واحدة يبقى المفروض هيبقوا ستة. واحد اهو ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة اهو ستة، تمام كده انا خلصتهم اهو، ودي السلسلة اللي في النص تمام. يبقى هما كانوا سبعة بقوا ستة، لأن سبت أول واحدة ما اشتغلتهاش. طيب وبعدين أنا لازم يبقوا سبعة، هدخل في الفراغ اللي هو السلسلة ده وهاخد واحدة حشو عشان أكمل السبعة، يبقى كده السبعة كملوا. طب وبعدين أول مرة بنسيب سلسلة، الدور اللي بعده بنعمل بين المجموعات سلسلتين. طيب سلسلتين، هسيب أول حشو مش هاخد فيها، هاخد في تاني حشو اهو، هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اهو، خلصوا الستة. انا عايزة سبعة، هدخل في الواحدة اللي كانت في النص اللي هي السلسلة الطايرة اللي في النص، وهاخد فيها واحد عشان يبقوا سبعة. بين كل مجموعة ومجموعة قلنا هنعمل سلسلتين، هسيب اول واحدة مش هشتغل فيها واشتغل في تالي واحدة هاخد فيها حشو تمام. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اهو، عايزة السبعة هاخدها في النص هنا تمام حبايبي، وبعدين اعمل سلسلتين خلاص. برضه هوضح لكم الفكرة اكتر في الادوار اللي بعد كده، بس هكمل الجزء ده لحد ما اوصل للماركر وارجع لكم. انا وصلت لهنا حبايبي اهو، خلاص كل بفراغ ستة، وفي الفراغ اللي السلسلة بعمل السبعة بتاعتي خلاص. بعد كده اخدت سلسلتين اهو، ودي الاخر واحدة اللي كنت فيها هشيلها اهو، وبعدين هروح في الغرزة بتاعتها واخد منزلقة، وبعدين اروح للي جنبها عشان انا كل شوية بتحرك سلسلة، يعني كل شوية بتحرك سلسلة. طيب انا بتحرك سلسلة دي ليه؟ ليه بتحرك؟ علشان يبقى الشكل كده زي ما انتوا شايفين كده، كل مرة اتحرك سلسلة، كل مرة اتحرك سلسلة تمام. طيب خلاص انا عملت هنا اهو، بديت برقم اتنين مش برقم واحد، وحطيت فيها الماركر، يبقى واحد بعدين اتنين حشو تلاتة أربعة خمسة ستة اهو، خلصوا الستة. انا لازم يبقى سبعة، في هنا السلسلتين اللي كانوا هنا هدخل فيهم واعمل واحدة حشو. وبعدين اول مرة كانت سلسلة واحدة، تاني مرة كانوا سلسلتين، تالت مرة هيبقوا تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة تمام. وبعدين اسيب اول واحدة ما اشتغلهاش، ادخل في تاني واحدة اهو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، هلاقي نفسي هنا عند الفراغ اهو،
هقوم داخلة فيه وعاملة السبعة بتاعتهم، وبعدين واخدة 3 سلاسل. تمام اهو، بصوا الشكل، بصوا بقى ازاي كل مرة الغرز بتيجي شمال، كل مرة يعني كل مرة بسيب واحد من هنا وازوده هنا، اسيب حشو من هنا وازوده الناحية التانية. طيب هعمل كده كام دور؟ انا هعمل كده 9 ادوار، 10 ادوار مش 9. يعني اول دور عملنا فيه الحشو من غير فواصل، تاني دور عملنا فيه بين السبعة والسبعة 1 سلسلة، الدور الثالث بين السبعة والسبعة 2 سلسلة، الدور الرابع بين السبعة والسبعة 3 سلسلة، طيب الدور الخامس هحط 4 سلسلة، الدور السادس 5 سلسلة، الدور السابع 6 سلسلة. طب هفضل ماشية كده لحد امتى؟ لحد ما يبقى هنا 9 سلاسل، ويبقى عدد الأدوار اللي هتعدوها هتلاقوها احنا 10 ادوار. يبقى انا هعمل لحد ما تبقى عدد السلاسل، كل مرة بزود السلاسل واحدة، هعد 1 2 3 4 5 لحد ما يبقى عندي المجموع 10. تمام، يبقى هفضل اشتغل لحد ما يبقى المجموع 10، واشتغل بنفس الكيفية والطريقة اللي انا اعد اهو، ادي 3 سلاسل، اسيب اول واحدة اهي، دي اول واحدة حشو مش هشتغل فيها، اول واحدة حشو اهي مش هشتغل فيها، وادي تاني واحدة حشو اهو، 1 2 3 4 5 6، هما المفروض 7 بس انا رجعت واحدة من الناحية دي، يبقى هاخدها في الفراغ اهو، الفراغ اللي كان سلسلتين هاخدها فيه، وبعدين 3 سلاسل، وهكذا هنمشي الراولدات كلها، هتخلصوها بنفس الطريقة دي. تمام، هخلصها هنا وارجع اوريلكم، تحطوا الماركة عند اول غرزة بتعملوها في الدور الجديد علشان ما يضيعش منكم الدور، لانه هو دائري ورا بعضه فممكن تتلخبطوا. تمام حبايبي، اخلص 10 ادوار لحد ما تبقى عدد السلاسل اللي بين كل مجموعة ومجموعة 9 سلاسل، ونرجع ورجعت لكم تاني. بصوا بقى الشكل بقى عامل ازاي اهو، تعالوا نعد الادوار كده، 1 اللي هو كان من غير فواصل، وبعدين 2 سيبنا سلسلة، 3 سلسلتين، 4 3 سلاسل، 5 سيبنا 4 سلاسل، 6 سيبنا 5 سلاسل، 7 سيبنا 6 سلاسل، 8 سيبنا 7 سلاسل، 9 سيبنا 8 سلاسل، 10 سيبنا 9 سلاسل اهو، هنا 9 سلاسل بين كل مجموعة ومجموعة، وكل مرة بنسيب أول غرزة ما ناخدهاش ناخد في اللي جنبها، طب والزيادة بقى اللي هم لازم يكونوا 9، لازم يكونوا 7، باخدها في الفراغ ده أهي. بصوا دايما الغرزة الزيادة باخدها هنا أهو في السلاسل اللي قبلها. تمام حبايبي، خلاص خلصنا أهو جزء كبير كده، خلصت أنا الجزء اللي هو أول جزء هنا شايفينه أهو، ده أول جزء. تمام، طيب هنعمل ايه بعد كده؟ خلاص انا كده اعتبر الدور بتاعي انتهى. تمام، تعالوا نعد دول كده، المجموعة دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، يبقى انا هنا هاخد 9 سلاسل، 2 4 6 8 9، علشان انهي الدور ده، كده نهاية الدور بتاعي. تمام، احنا كنا بننهي الدور هنا بملزلقة، تمام اهو هنهي بملزلقة عادي زي ما كنت بنهي، مش محتاجة الماركر، هدخل في الغرزة اللي جنبها على طول واخد 1 حشو، وبعدين 2 حشو، 3 حشو، 4 حشو، 5، بس انا مش محتاجة غير اللي اعمل 5 حشو بس. طيب وبعدين بعد ال5 حشو دول هطلع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهلف الإبرة لفتين، وهدخل هنا عد 1 2 3 4، وادخل في السلسلة رقم 5، واعمل حرف الفي اللي هو عمود بلفتين، ادي عمود بلفتين، وبعدين 5 سلاسل، 2 4 5، وبعدين الف كمان عمود بلفتين، وادخل هنا واعمل عمود بلفتين، وبعدين ارجع ب5 سلاسل، ادي 4 5 اهو كده، شايفين عملت حرف الفي. تمام، طب هعمل ايه بقى هنا في المجموعة دي اللي هي 7؟
اللي هما هنا 7، هسيب واحدة هنا وواحدة من هنا عشان يبقوا 5 بس. يبقى رقم 1 مش هدخل فيها، هدخل في رقم 2 اهي، السلسلة رقم 2، الحشو رقم 2 رقم 1، انا هدخل في رقم 2 علشان اعمل 5 حشو بس. 1 2 3 4 5 اهو، فضلت واحدة انا ما خدتهاش. اطلع 5 سلاسل، ادي 4 5، الف الابرة لفتين، اعد 1 2 3 4 واروح عند السلسلة رقم 5 اللي هي في المنتصف اهو، وادخل اعمل عمود بلفتين، عمود بلفتين، وبعدين 5 سلاسل، ادي 4 5، الف لفتين وادخل في نفس المكان عشان اعمل حرف الفي، وبعدين كمان 5 سلاسل، ادي 2 4 5 اهو. بصوا كده الشكل اهو. طيب انا هعمل بقى فيهم كلهم التمانية نفس اللي انا عملته ده. هروح كده اسيب اول واحدة حشو اهي مش هشتغلها، واروح عند رقم 2 واخد حشو واكملهم 5، ادي 2 3 4 5، واكرر اللي انا عملته هنا اهو، اكرر نفس اللي انا عملته هنا وهنا، اكرره في البقيه وارجع لكم نشوف السطر اللي بعده هنعمل ايه. خلصت الدور حبايبي اهو زي ما انتم شايفين اهو، بصوا شكله كده، ده الشكل اهو تمام. طيب اخر حاجه كانوا 5 سلاسل، هروح فين بقى؟ هنا خلاص المثلث بتاعي اهو، وهنا المثلث بتاعي، هعمل ايه؟ تمام، هروح عند اول غرزه انا عملتها، اما انك تروحي عند اول غرزه واما انك تروحي عند التانيه مباشره اهو، رقم 2 وتاخدي حشو، وبعدين اهو رقم 3 ورقم 4 يبقوا 3 حشو بس. يبقى انا الخمسه هختصرهم هيبقوا 3 حشو. ممكن بقى انا اعدلها كده، اللي انا ما بديتش في رقم 2، انا بديت في رقم 1 اهو، ده رقم 2 اهي، ادي 1 2 3، يبقى انا سبت واحده من هنا وواحده من هنا وخدت 3 بس تمام. طيب وبعدين هعمل ايه بعد ما خدت 3؟ هطلع 1 2 3 4 4 بس، وبعدين هدخل جوه الفراغ ده واعمل 11 عمود بلفة اهو، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 تمام. وبعدين 4 سلاسل، ادي 2 4، واروح مباشرة مش على رقم 1، هروح على رقم 2 اهو، اعمل كام حشو؟ 3، هما كانوا في الدور اللي قبله 5 حشو هيبقوا بس 3 حشو، ادي 1 2 3 حشو تمام. واطلع 1 2 3 4 وارجع اعمل هنا 11 عمود بلفة، 4 سلاسل، وارجع هلف نفس اللي احنا عملناه ده، هكمله في الباقي كله بنفس الطريقة، 4 سلاسل وبعدين 11 حشو وبعدين 4 سلاسل اكملهم وارجع. خلصت حبايبي اهو الدور بتاعنا، وده الشكل اهو زي ما انتم شايفين كده، وانهيت ب4 سلاسل تمام. دول كانوا خلاص الدور كده خلص اهو، دي مجموعة ودي مجموعة. هدخل فين؟ هنا المفروض فيه 1 2 3 حشو، انا هسيب اول واحدة وهدخل في رقم 2 و3، يبقى هيبقوا 2 حشو بس اهو، 2 حشو. وبعدين هطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4 تمام، وهروح اخد فوق كل عمود من 11 عمود عمود سلسلة عمود اهو، دور سهل جدا خالص اهو، سلسلة عمود، يبقى فوق كل عمود عمود وبعدين سلسلة، فوق كل عمود عمود وبعدين
سلسلة. يبقى انا هعمل كده 11 عمود، هعمل بين كل عمود وعمود سلسلة. اهو سلسلة، وبعدين عمود سلسلة عمود. خلاص انا كده خلصتهم اهو. زي ما طلعت بهنا بأربع سلاسل، هرجع هنا أربع سلاسل، 1 2 3 4 تمام، وأروح أسيب أول واحدة وأدخل في رقم 2 ورقم 3. أدي 1 2 وأرجع 4 سلسلة، 2 3 4، وأرجع أعمل نفس اللي عملته هنا أعمله. تمام، دور سهل وبسيط خالص، شايفين الشكل؟ 4 سلسلة فوق كل عمود عمود، وبين كل عمود وعمود سلسلة. خلاص أخلصه بسرعة وأرجع. خلصت حبايبي، خلاص الدور بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. فوق كل عمود من 11 عمود عملنا عمود سلسلة عمود، وبعدين 4 سلاسل، واتنين حشو، 4 سلاسل. تمام، خلصنا الدور. وبعدين انا هلهي الدور ازاي؟ هما كانوا 2 حشو، انا هاخد واحدة بس، هسيب اول واحدة وهاخد واحدة بس حشو. تمام، وبعدين زي ما احنا 4 سلسلة اهو، تمام 4 سلسلة زي ما احنا. وبعدين هدخل فوق كل عمود هعمل عمود كلاستر عمود اهو، عمود وبعدين كلاستر، اللي هو هطلع 3 سلاسل، وبعدين ادخل في الاتنين لوب دول كده اهو، واخرج وامسكها بايدي كده اخرج، وبعدين اروح للي بعدها واعمل عمود. تمام، وبعدين 3 سلسلة، هدخل في الاتنين لوب دول امسكها بايدي واسحب منزلقة، وبعدين الف وادخل على العمود اللي بعده اهو، شايفين؟ طيب هكمل اهو، 1 2 3، هدخل في الاتنين لوب دول كده واسحبهم بمنزلقة والف في الابرة وادخل اعمل عمود، كمان 3 سلسلة اهو، وهدخل كده اهو والف وانزل عمود. هعمل 11 عمود بنفس الطريقة، 2 3، أدخل في الاتنين لوب مع بعض أهو، وأخرج منهم بمنزلقة. معلش بقى كده، يعني ساعات الخيط بيبقى فيه كذا فتلة مع بعض أهو، وبعدين ألف وأدخل أعمل عمود، كمان 3 سلسلة، أدخل في الاتنين لوب أهو، ده بنسميه ايه؟ بيكو. يبقى انا بعمل عمود، واحدة بيكو عمود اهو، شايفين؟ تمام. طيب هنعمل ايه؟ عشان بس وقت انا ما بحبش اعمل المفرش على جزئين وتلاتة، انا حابة ان انا اعمله لكم كله على جزء واحد. فبصوا هنعمل كده الاعمدة، عمود بيكو عمود بيكو عمود بيكو، مش عارفة انا قلت كلاستر في الاول، كلاستر غلط، ده بيكو. تمام، هنكملهم كده، وبعدين 4 سلسلة وهنا 2 هاخد واحدة بس. تمام، هكمل دول وارجع لكم. انا كده حبايبي خلصت زي ما اتفقت معاكم اهو، عملنا فوق 11 عمود، فوق كل عمود عمود، وبعدين بين العمود والعمود بيكو 3 سلاسل واخد منزلقة، يبقى بيكو بين كل عمود وعمود، وهنا 4 سلاسل وهنا 4 سلاسل. يعني دور بسيط جدا، مفيش فيه اي حاجة، الهيت بال4 سلاسل اهو. تمام، هروح فين عند ال4 سلاسل؟ هدخل هنا في المكان ده واخرج منزلقة اهو، يبقى انا كده الراوند بتاعي خلاص خلص. طبعا الوحدة حلوة قوي، تقدري تعمليها مفرش لوحدها اهو، حتى لو انتي ما كملتيش هي مفرش لوحدها حلوة قوي. بعد كده انا عايزة اكون عند تالت بيكو، عند تالت بيكو، فانا هعمل ايه؟ هروح للمكان ده بمنزلقات اهو، هدخل كده منزلقه، كمان اهو منزلقه، هدخل هنا برضو اهو، كلها منزلقات عادي خالص، مش هتبان معاكي اهو، لحد ما هبقى عند رقم 3، البيكو رقم 3، هدخل جواها كده وهعمل حشو كأن هي سلسلة،
وبعدين كمان واحدة وكمان واحدة علشان يبقى ده عمود مقدار عمود بلفة. يبقى أنا كده عملت عمود بلفة. طيب بين كل عمود وعمود أو عمود ونص عمود أو عمود وحشو هيبقى فيه 5 سلاسل، يبقى أنا هزود على دول 5 سلاسل، 2 4 5. تمام، يبقى أنا طلعت 3 و5. طيب وبعدين أنا في البيكو رقم 3 هسيب 2 2 وهروح أعمل حشو في البيكو. طيب وبعدين هاخد 5 سلسلة، 2 4 5، الحشو هنا قبليه عمود، هعمل كمان بعديه عمود، هسيب 2 تمام وهروح في رقم 3 وهعمل عمود اهو. تمام حبايبي. طيب وبعدين هعد برضو 5 2 4 5، يبقى هنا حشو عمود بلفة، هلف كده وهنا هعمل في البيكو الأخيرة هعمل عمود بلفتين اهو. يبقى حشو عمود بلفة عمود بلفتين. طيب وبعدين في النص بقى هنا هعمل ايه؟ هلف 4 لفات، ادي 3 4 4 لفات، هنزل هنا كده وهعمل عمود ب4 لفات اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 اخرج بالتليل اخرج بالتليل اخرج بالتليل اخرج بالتليل، يبقى ده عمود ب4 لفات. وبعدين هاخد 5 2 4 5، 5 سلسلة بين كل حاجة هنعملها والتالية 5 سلسلة ثابت فيها كلها. طيب وبعدين هلف لفتين واروح في منتصف العمود ده، في المنتصف بالظبط كده اهو، وهدخل واعمل عمود بلفتين. يبقى انا عملت حرف V اهو، شايفينه؟ طيب وبعدين زي ما هنا كان في عمود بلفتين، هروح لفة لفتين اهو، وهدخل في اول واحدة بيكو وهعمل عمود بلفتين. تمام حبايبي، اكمل معاكم كمان واحدة. بين كل مجموعة ومجموعة لازم هنعمل 5 سلاسل، ادي ال5 سلاسل. طيب ده عمود بلفتين، يبقى اللي جاي عمود بلفة، هسيب 2 وادخل في التالتة اعمل عمود بلفة. بعد العمود بلفة حشو، يبقى 2 4 5، واسيب 2 اهو واروح في دي واعمل ايه، او اسيب واحدة بس، اسيب واحدة بس وهدخل في دي هعمل حشو. وبعدين 5 2 4 5 تمام، هسيب واحدة برضو بس وهدخل زي ما هي عمود بلفة، هعمل الناحية التانية عمود بلفة. وبعدين أعد 5 4 5، وهنا يبقى حشو عمود بلفة، ألف لفتين يبقى عمود بلفتين، اللي بعد العمود بلفة عمود بلفتين أهو أهو. بصوا كده، بصوا احنا عملنا ايه، يبقى حشو عمود بلفة عمود بلفتين، وبعدين حرف الفي اللي هو عمود ب4 لفات، وبعدين 5 سلاسل، وبعدين اعمل هنا عمود بلفتين في المنتصف، وبعدين انزل فورا على طول بعمود بلفتين عشان يبقى على اليمين وعلى الشمال عمود بلفتين، 5 سلاسل عمود بلفة، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل عمود بلفة، 5 سلاسل عمود بلفتين. وهنكرر اللي عملناه هنا بالظبط، هنكرره هنا اللي هو ايه، اللي هو هلف 4 لفات، 3 4، وهدخل هنا وهعمل عمود ب4 لفات اهو. ادي 1 2 3 4 اهو، فلت مني 1 2 3 4، وهدخل هنا اهو، الخيط يعني بتقسم كده المجموعات فتل، ده بيضايق في الشغل اهو كده. عمود اهو ب4 لفات، هاخد 5 سلاسل 4 5، والف لفتين واروح للنص هنا، نص العمود ده في المنتصف كده اهو اهو، وادخل واعمل عمود بلفتين خلاص. هنا مفيش 5 سلاسل، يعني فورا على طول هلف لفتين وهدخل عند اول بيكو هنا واعمل عمود بلفتين. دي المنطقه اللي في النص اهي، شايفينها؟ تمام حبايبي، خلاص هكمل بقى الدور كله بنفس الطريقه اللي انا قلتها لكم دي، وارجع نشوف هنكمل. انا خلصت حبايبي اهو الدور زي ما اتفقت معاكم،
شايفين الشكل بتاعه بقى ازاي؟ تمام اهو اهو، ده بقى الشكل اهو كده في كل الزوايا. تمام، لازم كل واحدة من دول اللي هي المروحة يكون فيها في النص حشو، يميله عمود بلفة، شماله عمود بلفة، على الطرف عمود بلفتين، على الطرف عمود بلفتين، في كل واحدة من دول مروحة. تمام عفوا. بعد كده آخر حاجة الخمس سلاسل اهو، هلا دول البداية اللي انا بديت فيهم، هعد لان هم المفروض هنا عمود بلفة، 1 2 3، وادخل في رقم 3 واعمل منزلقة. خلاص طيب، بعد كده بقى هعمل ايه؟ هدخل في الفراغ ده كده وابدأ اول غرزة حشو. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل في كل فراغ 4 حشو، ادي تليل، 3 4، وبعدين فوق دي واحدة، يبقى كده 5، وبعدين في الفراغ اللي جاي 4، 1 2 3 4، تمام. يبقى مجموعهم دول كام؟ 9. مجموع دول 9 4، وبعدين واحدة، وبعدين 4 حشو، يبقى 9. انا بقى هبدأ اعملهم مجموعات، بصوا كده اهو، شايفين زي اللي عملناهم هنا في النص، هنعملهم كده. بس عدد اللي هيكونوا هنا دول كانوا 8، عدد اللي هيكونوا بره هيكونوا 20 وحدة، 20 وحدة زي دول، كل مجموعة فيها 9. يبقى أنا خدت هنا 4 حشو، واحدة وأربعة، يبقوا 9. وبعدين هاخد سلسلة، والتليل دول هعملهم برضو 9 وسلسلة، والتليل دول 9. تعالوا نشوف نكمل هيبقى ازاي اللي احنا بنقول عليه ده. أنا خلصت التسع، أول 9 أهو زي ما انتوا شايفين كده، خلصت التسعة، هاخد بقى سلسلة اهو كده سلسلة، وبعدين اروح للي بعدها مباشرة، واخد في الفراغ 4 حشو، وادي اتنين، 3 4، وبعدين في النص 1 حشو، وبعدين في الفراغ اللي هو المثلث كمان 4، ادي اتنين، 3 4. يبقى المجموع بقى كام؟ هنا وهنا 9، هاخد سلسلة، يبقى أنا كده عملت مجموعتين. يبقى كل فستولتين من دول بيعملوا مجموعة، مجموعة زي دي، كل فستولتين أيا كان الفستولتين فين. يبقى هنا أدي الفستولتين دول 4 حشو، 1 حشو في النص 4، يبقى دول مجموعة، عملت سلسلة، عملت 4 حشو، 1 في النص، و4 حشو، وسلسلة، يبقى دي المجموعة التانية. طيب ابدا المجموعه الثالثه، ماليش دعوه بالفراغ اللي هنا، ابدا المجموعه الثالثه اللي هي 1 2 3 4، وبعدين في النص حشو، وبعدين كمان 4، 1 2 3 4، يبقى انا كده عملت مجموعه كمان، وهنا في النص 1 سلسله، يبقى هعمل هنا كمان في النص سلسله، ارجع الفراغ اللي بعده اعمل 1 2 3 4، وبعدين في النص 1 حشو، وكمان هنا 4، 1 2 3 4، وبعدين سلسلة اهو، يبقى دول كمان مجموعة. هنمشي على نفس النظام ده كده كل المفرش، يبقى خلاص فهمتوها اللي انا قلته ده واضح. 4، يبقى كل مجموعتين، كل فراغين 4 حشو، 1 حشو في النص، و4 حشو، يبقى ده مجموعة، واخد بينهم سلسلة، مجموعة كمان وسلسلة، ومجموعة كمان، وهكذا. هيطلع في النهاية مجموعهم كام؟ هيطلعوا 20 وحدة. تمام حبايبي، اكملهم بقى وارجع لكم. اهو حبايبي الحشو، اهو الحشو خلصته. تمام اهو كل حشو زي ما اتفقنا وقلت لكم. اخر حاجة اهم دول 4 اهو، هدخل هنا. تمام اهو، لان انا قلت لكم اللي هي متصلة، فدايما يكون معاكم الماركر. ادي اول واحدة في الراوند الجديد اهو، اول واحدة في الراوند الجديد هدخل فيها الماركر كده علشان ما تتوهش مني، وبعدين ابدأ اعتبرها اول واحدة اهو.
انا هعمل كمان دورين بنفس الطريقة، يعني ادي كده 3 4 5 6 أو 7 8 9. تمام حبايبي، بعدين اخد سلسلة واروح للي بعده اعمل كمان 9. ادي 1 2 3 اهو 4 5 6 7 8 9 اهو، وفوق السلسلة هيبقى سلسلة، وهكمل الراوند اللي بعده اشوف اول غرزة حشو اهي. اعد 1 2 3. طيب انا همشي على نفس النظام ده كده قد ايه؟ اللي هو 9 9 حشو سلسلة، 9 حشو سلسلة. همشي على نفس النظام ده كده، الدور ده ودور كمان، يعني هما كام دور؟ هما 3 ادوار، 3 ادوار 9 حشو سلسلة، 9 حشو. انا عملت دور وبديت الدور التالي، هكمله واعمل عليه كمان دور يبقى رقم 3 وارجع لكم. خلصت حبايبي اهو زي ما اتفقت معاكم اهو، تمام 9 حشو سلسلة و9 حشو. في بقى 3 ادوار هيبقوا زي بعض بالظبط. ايه هم الـ3 ادوار؟ هنشيل الاول الماركر اهو اللي احنا استخدمناه، وهاخد سلسلة اللي هي بين المسافة والمسافة هنا اللي هي اخر حاجة. وبعد كده السلسلة دي انا مش هاخد في اول واحدة حشو زي ما عملنا بالظبط في المجموعة اللي هنا، اول واحدة حشو مش هاخدها، هاخد في تالي واحدة حشو اهو كده تمام، وبعدين احط الماركر بتاعي عشان اعرف اللي ده اللي دي اول واحدة حشو في المجموعة الجديدة. طيب يبقى انا تغاضيت عن 1 حشو، سبت 1 حشو في الاول، يبقى الـ9 دول هيبقوا 8. تعالوا نعدهم، ادي عملنا 1، يبقى ادي 2 3 4 5 6 7 8 مظبوط اهو 8، وبعدين السلسلة الفراغ اللي احنا عاملينها هنا. طيب الـ9 بقى هاخدها فين؟ زي ما كنا بنعمل بالظبط، هدخل جوه الفراغ واخدها اهو، وبعدين سلسلتين انتبهوا معايا عشان اللي هنعمله في الدور ده هنكرره كمان دورين فوق. تمام خدت سلسلتين، هسيب اول واحدة حشو مش هشتغل فيها، هاخد بالتالي 1، يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8، وهيقابل لي اهو اللي هي كانت سلسلة هنا في النص. هعمل ايه؟ هقوم واخدة على دول 8، المفروض انها تبقوا 9، هخش جوه السلسلة دي وهاخد 1 اللي هي بتاعتي، وبعدين اعمل سلسلتين واسيب اول واحدة واخد في اللي بعدها، وهكذا هيكمل الدور كله بنفس الطريقة، وكمان دور بنفس الطريقة اللي انا اجي كده اجي ناحية الشمال اتغاضى عن اول واحدة، والواحدة اللي انا سبتها اعوضها في الفراغ اخدها. تمام الـ3 هيبقوا سلسلتين، يعني الدور اللي احنا فيه وكمان دورين بين كل مجموعة ومجموعة سلسلتين، وهنقص زي ما انا وريتكم كده. تمام اكمل بقى انا الدور ده واكمل عليه دورين عشان نشوف الادوار اللي بعد كده هتبقى ايه. بصوا كده حبايبي اللون الغامق دخل معايا اهو، او انا دخلته يعني حبيت ان هو يدخل، وبعدين اخر ادوار تبقى اللون الاغمق الاكتر غمقان. يبقى احنا اتفقنا اللي احنا عملنا 3 ادوار، 1 2 3 ثبات اللي هو بين كل مجموعة ومجموعة سلسلة واحدة بس، دورين فيهم بين كل مجموعة، الدور الاولاني عادي والدور التاني بين كل مجموعة ومجموعة سلسلة. وبعدين عملنا 3 ادوار، 1 2 3 بين كل مجموعة ومجموعة سلسلتين، بس طبعا بنسيب اول واحدة حشو ما نشتغلش فيها ونشتغل في اللي بعدها، وبعدين في الفراغ نشتغل الرقم 9 اللي هي الزيادة. طيب انا خلصت الدور اهو، شلت الماركر من هنا، وكان اخر حاجة المفروض سلسلتين. هروح عند اول واحدة اهي، اول واحدة حشو، وهروح اخرج بمنزلقة
تمام، واروح على اللي جنبها واخد حشو. يبقى انا سبت واحده، سبت واحده حشو ما اشتغلتش فيها، واجي احط الماركر علشان اعلم، علشان قلتي لما تيجي تلف الراوند ما تلسيش. طيب الادوار اللي جايه بعد كده هتبقى عباره عن ايه؟ تعالوا بس ابدا كده، ادي واحد، ادي اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمانيه، طبعا هما تسعه، فناقص واحده بدخل في الفراغ هنا كده في النص اهو، واخد رقم تسعه علشان الشكل ده يجي تلاقيه بترحل على الجنب كده زي ما انتوا شايفين. طيب وبعدين بقى الدور ده هيبقى كام سلسلة؟ هيبقى 3 سلاسل، 1 2 3. الأدوار اللي فاتت خلاص أنا شرحتها لكم. طيب الأدوار اللي جاية بقى، عشان مش كل دور هاجي لكم، هنعمل فيها إيه؟ زي ما عملنا هنا كده بالظبط، هنا كنا بنعمل تزايد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام؟ دول كانوا ماشيين بالترتيب، دول مش ماشيين بالترتيب، بس هنبدأ بالأول 3 سلاسل. الدور اللي فيه 3 سلاسل هنمشي بالترتيب، يعني الدور اللي احنا فيه ده هيبقى بين كل مجموعة ومجموعة 3 سلاسل، ونرحل أول سلسلة ما نشتغلش فيها ونشتغلها في الفراغ الزيادة. طيب الدور اللي بعده هيبقى بدل ال3 سلاسل اللي في النص هيبقى 4، طب واللي بعده هيبقوا 5، واللي بعده هيبقوا 6، واللي بعده 7، واللي بعده 8، واللي بعده 9، ونوقف. يبقى انتوا حضراتكم هتشتغلوا كمان 7 ادوار، 3 و4 اللي هو التلاتة اللي 3 سلاسل، واربعة وخمسة وستة وسبعة، تمام، وتمانية وتسعة. يبقى هتشتغلوا كام دور؟ 7 ادوار، الدور اللي انا فيه ده وكمان 6 زيه، تمام. يبقى عرفنا هنعمل التزايد ازاي، زي ما عملنا التزايد هنا بالظبط كده اهو، كنا عاملين 1 تزايد سلسلة واحدة، وطبعا كل مرة بنرحل بنيجي الناحية دي، كل مرة بنسيب أول غرزة، أول واحدة حشو وناخدها في الفراغ، أول واحدة حشو نسيبها وناخدها في الفراغ. هنمشي بقى الأدوار اللي جاية 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6 7 8 9، لحد ما نوصل للدور ده اللي هو فيه 9، وهنعمل نفس اللي احنا عملناه هنا، نفس اللي احنا عملناه أهو بالظبط، هنعمله في آخر دور، شايفين؟ أهو، علشان ما نقعدش نضيع الوقت، لان هو انا كده خلصت ساعة، فكده الوقت ضاع مني ومش عايزة اعمل لكم اجزاء. فاحنا كل اللي احنا هنعمله اهو، بصوا كده، كل اللي احنا هنعمله اللي هنبدأ بالاول الدور، بصوا ده 9، ده 8، 7، 6، 5، 4، 3، تمام اهو، هنعمل نفس اللي احنا عملناه. طيب والدور الاخير هو نفسه اللي احنا اشتغلته معاكم هنا، اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو بتاخدي هنا بيبقى 5 سلاسل، وتطلعي 5 سلاسل، وتعملي حرف الفي وفي النص 5 سلاسل، وبعدين ترجعي هنا تاخدي 5 حشو، هنا 5 حشو. والدور اللي بعده هتعملي ال 11 عمود، هتعملي بين كل عمود وعمود سلسلة، وهيبقى هنا بدل 5 حشو هيبقوا 3 حشو، هيبقوا 2 حشو، هيبقى 1 حشو اهو. تكرار بالظبط نفس اللي احنا عملناه في المجموعة الاولى اللي هي دي، هو نفسه اللي هنعمله في النهاية بعد ما نخلص المجموعة الجديدة. يبقى المجموعة الجديدة هنا هي عبارة عن تكرار للمجموعة دي، تمام حبايبي. يبقى احنا فهمنا ان اول مجموعة اللي هي ال9 الحشو هيبقى بعد كده هيبقى فيها 1 سلسلة وكمان 1 سلسلة، تمام، وبعدين رقم 2 اللي هي فيها سلسلتين هيبقوا 3 ادوار، 3 ادوار بينهم سلسلتين. بعد كده بقى هيبقى خلاص بالترتيب 3 4 5 6 7 8 9 لحد ما يبقوا 9 سلاسل. بعد ما يبقوا 9 سلاسل اهو، شايفين تناقص بقى؟ هنا كانوا 9، انا خليتهم 5، وبعد الخمسة خليتهم 3، وبعدين 2، وبعدين اخر حاجة 1، زي ما انتوا شايفين كده اهو. يبقى تكرار الوردات اللي هنا بالظبط، الصدفة او المروحة، عفوا المروحة اللي هنا بالظبط هكررها في الطرف بتاعها، تمام حبايبي. ها كده مفهوم، عشان ما نقعدش بس نكرر كل ده تاني، هو نفسه هو نفسه خلاص.
يا رب اكون افدتكم، وان شاء الله هكمل برضو المفرش ده كده، وهوريهولكم بامر الله عشان تشوفوا تدريج الالوان فيه. وخيط الأمبر باتيك حلو قوي، تدريجات الالوان بتاعته جميله، ويا رب اكون افدتكم. وما تنسوش تدعموا لي بلايك وشير وكومنت، وتخشوا تعملوا لي كومنت اللي عنده اي استفسار او حابب يستفسر على اي شيء، انا تحت امره. ما تنسيش تدعموا جروب ياسمين لتعليم الكروشيه، اللي حابب أي استفسار يدخل ويتفضل ويسألني، أنا تحت أمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.